مرحبا بك يحيى، ولو تصف لنا ما يتم اتخاذه من إجراءات من قبل مختلف الجهات للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها مملكة البحرين. أهلا بك زميلي جمال، أحييك وأحيي السادة المشاهدين. كما تفضلت أنا متواجد لازلت في محافظة العاصمة، تنقلنا من موقع إلى آخر. أنا الآن متواجد في منطقة سند، حيث تتواصل الجهود الوطنية لمختلف المؤسسات والهيئات المعنية بمواجهة هذه التحديات والمتغيرات الجوية. لن أطيل أكثر، أنا الآن متواجد مع برفقة سعادة المهندس وائل بن ناصر آل مبارك، وزير البلديات والزراعة في مملكة البحرين، الذي انتقل في جولات متعددة لمواقع مختلفة لتفقد الجهود ومتابعة جهود مختلف الجهات التي تعمل على شفط المياه ومواجهة هذه التحديات. تفضل معنا سعادة الوزير، لو تحدثنا وتطلعنا عن أبرز ما تتخذونه من جهود وما يتم الآن على أرض الواقع للتعامل مع هذه المتغيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة والمتابعة. تواجدنا الميدان اليوم مع فرق الطوارئ التابعة لوزارة شؤون البيئة والزراعة، ممثلة بأمانة العاصمة والبيديات، في إطار المتابعة الميدانية عن قرب جهود الوزارة في التعامل مع موجة الأمطار، أمطار الخير والبركة التي تشهدها مملكتنا الغالية. طبعا الوزارة تعمل في خطة مسبقة بالتعاون والتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة، المجالس البلدية، بجانب شقيقاتها من وزارات الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها وزارة الداخلية، المركز الوطني التابع للجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، وزارة الأشغال، هيئة الكهرباء والماء. وفي خطة مسبقة الاستعدادات بدأت قبل حطول الأمطار. الآن فرق الطوارئ موزعة تتعامل مع موجة الأمطار تشهدها المملكة، هناك فرق لتلقي البلاغات، فرق ميدانية موجودة، وإن شاء الله هذه الجهود مستمرة مع موجة الأمطار، أمطار الخير والبركة بإذن الله. إن شاء الله سعادة الوزير، احنا شاهدنا يعني في مختلف مناطق المملكة تواجد الأفرقة ميدانية، تواجد يعني الصهاريج التي تشفط هذه المياه ووجود الأجهزة المعاونة لها والأفرقة الميدانية. الحمد لله الأمور تحت السيطرة، الحمد لله الوضع العام أفضل بكثير من التجارب السابقة التي يعني شهدنا فيها هطول كميات كبيرة من الحمد لله رب العالمين. مثل ما تفضلت، الشوارع الرئيسية والداخلية سالكة، التعامل كان مسبق سرعات كبيرة، متوفر عدد كبير من الصهاريج، المضخات، الفرق الميدانية، تم تحديد المواقع مسبقا، والآليات والمضخات كانت موجودة بشكل مسبق، والله الحمد تم التعامل بشكل جيد جدا مع هذه الموجة. إن شاء الله يعني ربما تكون شهادتنا مجروحة، إلا أن المشاهد على الهواء مباشرة هذه الجهود يتأكد من ما تفضلتم به من معلومات دقيقة. كل الشكر لكم سعادة الوزير. شكرا لكم متابعتكم وتغطياتكم، مشكورين، يعطيكم العافية. شكر لكم، الله يحفظك. إذا زميلي جمال والسادة المشاهدين، كما تفضل ضيفي سعادة الوزير، هناك العديد من الجهود التي تبذل وبذلت سابقا واستعدادات وجاهزية عالية للتعامل مع هذه الموجة من المتغيرات الجوية. تنقلنا إلى العديد من المناطق التي شهدت حضور المسؤولين والمعنيين وأيضا الأفرقة الميدانية من مختلف الوزارات، وزارة الأشغال ووزارة البلدية وأيضا الدفاع المدني ووزارة الداخلية، تنسيق كبير جدا ينم عن وعي، ينم عن دراسة، ينم عن تجارب وتراكم الخبرة لدى متخذ القرار والأفرقة المعنية.